اذكر 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 شيئا تفعله في وقت عملك وتعلم انه خطأ. شنو الاستراحة؟ الاستراحة؟ الاستراحة لا، هي الاستراحة عندي استراحة اني، بس وقت العمل اللي هي مو وقت الاستراحة المسموح به، وقت العمل اسوي اشياء مو صحيحة، انا اعرف بها خطأ بس اسويها، يعني ما اعرف ليش، فهو خطأ يعني ما اسوي المفروض. شو تقول شنو هذا؟ يعني انتهي بالموبايل، ان اتحدث بالتليفون بالموبايل. خلينا نشوف. اها، وهو اقوى احتمال الانشغال بالجوال، هو ده يشتغل، ده يبيع يشتري يشتغل كذا، لكن 24 ساعه تليفون ما يصير، ما يصير يا اخوان. قرر مع من نلعب معكم؟ نهدي نهدي للجماعه. اذا اهلا وسهلا، تفضل. يلا انت، هذه الهديه حلوه. قال الانشغال بالجوال، وبعد والسؤال يقول اذكر شيئا تفعله في وقت عملك وتعلم انه خطا، المفروض ما تسوي. شو تقول؟ الاكل. الاكل، ان اكل في وقت عملي. نعم، الاكل والشرب، لانه هناك مثل ما قالت وهي خطا الاستراحه، لربما نص ساعه او ساعه، روح سوي به اكل اشرب احسب التليفون. وشو تقولين اخو الثروه؟ ان التهي مع صديقاتي او اصدقائي اثناء العمل. شنو يعني؟ طيني وحده شو إيه يعني؟ يعني ان التهي، انشغلوا انشغلوا مع 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 شلون؟ مع زملائي. انشغلوا مع زملائي، انشغلوا مع زملائي واصدقائي. الثرثرة غير التليفون، انهم يقولون يسولفون. وبعد تحدث. اذكر شيئا تفعله في وقت عملك وتعلم انه خطأ. خطأ ما يصير. يعني اخرج خارج العمل، يعني اغادر العمل، اغادر موقع العمل، اغادر موقع العمل. خطأ. شيء اثناء العمل تسوي، مو وتعلم انه خطأ. خطأين من حقكم الان. لا، خطأ واحد. خطأ واحد. ارتاحت قلبك وقع مو زينب؟ يلا، خطأ اول. انت يمكن راح يصير خطأ ثاني، دا اشوفك. اذكري لي شيء تفعلينه في وقت عملك وتعلمين انه خطأ. انام. انام اثناء العمل. شوفوا. نعم، الغفوة، ان اخذ لي غفوة. ويونس شو تقول؟ تهرب من العمل. ها؟ تهرب من العمل. ان اتهرب؟ اي التهرب من العمل. التهرب من العمل. شوفوا.